زي ما حضراتكم عارفين ان المنتخب بيحتل المركز الثالث في المجموعه السابعه برصيد نقطتين، وده بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر. فعشان كده الفوز في مباراتين توجو دول هيعني تصدرنا المجموعه ان شاء الله. يعني احنا بنتكلم انه فرصنا كبيره في التاهل حتى بعد التعادل ده، لانه زي ما حضراتكم عارفين اللي بيتاهل الاول والتاني طبعا من كل مجموعه. بنتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري، وطبعا احنا بنتكلم من دلوقتي ان كلنا ثقه في الجهاز الفني وطبعا كابتن حسام البدري وفي اللعيبه. احنا بنتكلم على انه فتره فيروس كورونا دي اللي اثرت على العالم كله، ولكن الكره المصريه كان مهم جدا قرار استئناف الدوري، مهم جدا لان احنا شايفين دلوقتي اللعيبه فورمه عاليه ازاي. احنا عندنا الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مره، وعندنا كمان بيراميدز في نهائي الكونفدراليه. فاحنا بنتكلم انه بالرغم من الظروف دي، ولكن استئناف الدوري وان كان في مباريات كل 3 ايام، ده اثر بشكل ايجابي برضو على اللعيبه، وانه طبعا شايفين قد ايه اللعيبه في فورمه عاليه. فطبعا كلنا ثقه في لعيبه منتخب مصر، وباذن الله بنتمنى لهم التوفيق.